مستحيل، هذا الفيديو بدون مقدمات ولا اي شيء. جرب التحديث وارزون موبايل الجديد الموسم الثالث اللي خبصونا خبص بي، راح تتعدل اللعبة وراح تتعدل اللعبة. شوف قدامكم شباب، هذا جيم بلاي من داخل التحديث، التحديث اللي نزل قبل شوي. طبعا شباب اشتركوا بقناتي وانطوا لايك وفعلوا جرس الاشعارات. طبعا شباب والله العظيم ما احب اطبل اللعبة تاني، ولكن هذا التحديث خلاني اكره اللعبة كرهة مو طبيعية. ازرب تحديث على مر التاريخ، يعني دا تشوفون اللاج هسه تعبكم، ما تشوفون اي لاج مالك، ولكن صار لاج عندي مو طبيعي. الانترنت عندي قوي تمام، والجهاز عندي اقوى جهاز حاليا بفئة الايفون تمام. اخاف احد يقول لك اللعبة نازلة فقط الايفون والاندرويد خطية مع ايفون 15 برو ماكس. شوف التعليق البي، هسه واحد يقول البنج 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 يمك ضعيف. لا، ببجي موبايل يمي 60، ان شاء الله ببجي موبايل حتى اجرب، حتى لا تشذب ولا كل شيء. ببجي موبايل البنج يمي 60، بنج 60 ولا تعليق ولا كل شيء. وارزون موبايل تعليق من ورا البنج، من ورا البنج. لا طبعا التعليق من اللعبه، اللعبه مو طبيعيه. ده احكي كل صراحه، اللعبه هاي ما تقدر تتحمل اي جهاز. لعبه مال الكمبيوتر جابها للتليفونات بهالقوه ما تصير. فوقها جرافكس لعبه نفس الجرافيك خرا، من ما يا عقل اللي خلاهم ينزلون لعبه هسه. لعبه قويه ما يصير، ما يصير يعني. ما انا ما مستمتع باللعبه والله العظيم، ما مستمتع يعني. بنص الجيم هذا اللي تشوفوه حاليا طلع، عفت الجيم وطلعت بسبب اللاج اللي يصير. هي لعبه شلون تعرفها ناجحه ومو ناجحه؟ من السلاسه. لعبه للاجهزه القويه على عيني وراسي، تشتغل على الاجهزه القويه على عيني وراسي. الاجهزه القويه ما بيها سلاسه، ما بيها سلاسه ابدا. ما يصير لعبه خبصونا خبص، مدمرة بوبجي، مدمرة بوبجي، واخر شيء دمرت نفسها بنفسها. وين اكو لعبه خايسه مثلها؟ جوده بوبجي والجرافكس مال بوبجي موبايل احلى من عندها. مو قالوا الجرافكس راح يصير احلى لعبه بالعالم؟ ماكو. بلود ستر لعبه اكو لعبه اسمها بلود سترايك، جودتها والله العظيم تتفوق على وارزون موبايل، وحتى احلى من وارزون موبايل. ولكن بلود سترايك هسه قاعد شوي قاعد كم مشاهدات، اما وارزون موبايل خابصينه خبص. وارزون خرب ابليسكم، لعبه نفس خرم ولعبه خرم. سبحان الله سبحان الله، اللعبه اللي بيها شعبيه واللعبه قويه ما حد يباع عليها، واللعبه اللي بيها تطبيل واللعبه اللي يمدحوها الناس لعبان نفس والناس يحبوها، ما اعرف شلون. يعني انا عن نفسي اللعبه اذا ظلت على هاي السالفه امسحها، اذا ظلت على هاي الناحيه وهيجي جوده وهيجي تقطيع ما ابقى العبها. كرهتها اصلا، انا كرهتها. اذا التحديث هذا هيك صار امسح لعبه والله العظيم. زرب على وارزون، زرب على وارزون، زرب على ايفون، وزرب عليك انت اللي تمدح بيها، تمدح بيها زرب عليك. خبصتنا جهازي قوي، جهازي قوي، زرب عليك. لعبه خرب يعني، قوه تسويها حلوه خرب. هي شكلها حلو مال حاسبه وما حاسبه، بس مو مال لعبه تنجح. لعبه خرب ما تنجح، خرب وجهك. عبالك راح ترمك انت كل من كاتب تعليقات راح تنجح، ما تنجح ما تنجح. الاجهزه الضعيفه والاجهزه المتوسطه ما تشتغل عليها، ما تشتغل عليها. ما طول دول الاثنين ما يشتغلون، يعني انت فاشل فاسي. مو بس فاشل، انت فاسي همين ابو فسوه. خابصنا خبصنا، صار لنا سنتين ننتظرها. الله يا الله، اتفل بوجهك، اتفل. مدمرة بوبجي خراب ابليسك. لا صدق، فوقاي يكتب بالتعليقات ليش لا، لا هاي لعبه قويه. لا كل خير، كل خير خرب، اطلع من قناتي. اذا علقتي تعليق مو احضرك والله تطفو عليك يا كلب يا ابنك.